يا اهلا وسهلا. قبل ما نبدا الفلوق نهال تحب تقول لكم مرحبا؟ قولي مرحبا. المهم حاب اقول الف مبروك لهذا الحساب، وراح نسحب الان على الفائز الثاني. بسم الله، الان بنسحب على الفائز الثاني. نشوف منه سعيد الحظ. طيب هذا هو الفائز معنا في الجائزة الثانية، ألف مبروك. حنتأكد الآن إنه مشترك في القناة وزي كذا، بعدها إن شاء الله نشوف. للأسف ما طبق الشروط، نروح لفائز ثاني. طيب نشوف هذا. طيب ألف مبروك لهذا الحساب، طبق كل الشروط، ألف مبروك لك. مستعدين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير، رمضان كريم ويوم جديد. أنا الآن متجه لدولفين بيتش عشان نصور لكم حلقة جديدة من تجربة جديدة. الحمد لله خلصنا اللي هو تغطية تجربة جديدة، وكانت تجربة ممتعة. ايش رايكم يا شباب؟ تجربة ممتعة جدا، واكيد راح تشوفوا وتعرفوا الامتاع اكثر لما تشوفوا المقطع. وين جينا احنا الان؟ احنا جايين هنا عند الشيخ عيد، الاستاذ عيد اللي يحب الخير للجميع خاصة الاهل. طيب ايش المناسب ان شاء الله؟ والله بد عنده ضيوف عزيزين على قلبه، وحابين انه طبعا نشارك جلستهم الحلوة اللي كلها ان شاء الله بتكون خير لكم والجميع اللي شاهدنا ان شاء الله. ان شاء الله. حيا الله. هذا الشباب من السحر يقولون هذه حبها حبها. والحين يا طيب انا اسوي تعز الضيف زي كلمه في بيتك، تسوي اربع خمس دقائق، تسوي شوف واحد زي هذا والله بدعوا كيف جاي عندنا. خلنا سحر الى الاستاذ عيد رفاعي الفريق الدولي، يعطيكم العافيه. طيب محمد السابق خير محمد. يا اهلا وسهلا معنا الاستاذ عبد الحميد الرفاعي قائد فريق الديوانيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتشرف فيك صراحه والتقينا فيك. حاب تعطينا نبذه عن ما تقدمون من خدمات؟ حياك الله. وشي فريق الديوانيه طبعا فريق عباره عن فريق تنوع الانشطه والبرامج طبعا تطوعيه ثقافيه اجتماعيه رياضيه طبعا اعلاميه ان شاء الله. طبعا نحن جهه رسميه مدعومه من اداره التربيه والتعليم باسم النشاط الطلابي لنادي الحي. أول حاجة ورؤيتنا المهمة والواضحة جدا، كيف ندعم الشباب في المجتمع، كيف ممكن نخليهم عندهم مبادرات تطوعية اجتماعية ثقافية، كيف ممكن ندمجهم فيها. فاحنا بدأنا عن طريق الأمور الكروية، فعن طريق الكورة والأمور هذه الحبية بين الشباب دمجناهم في الأمور التطوعية والأمور هذه. جميل جدا، فكرة رائعة. راح احط ان شاء الله الحسابات باذن الله، اللي حاب يستفيد منكم يتواصل معاكم باذن الله تخدمونه. ونتشرف في اي مبادره في اي شيء يخدم اجتماعي في محافظه تنبع، نتشرف جميعا ان شاء الله. جميل جدا، الله يجزاكم خير، شكرا لكم. يا اهلا وسهلا، وسعدنا باستاذ نايف الربياوي امين عام مجلس المسؤوليه الاجتماعيه في المحافظه. حياك الله محافظه ينبع. طبعا السلام عليكم، مساء الخير على الجميع. يسعدني ويشرفني ان اتواصل معكم عن طريق هذه وسيله الاعلام، واعرفكم في مجلس المسؤوليه الاجتماعيه بمحافظه ينبع مواكبه لرؤيه المملكه 2030. عندنا عده مبادرات اطلقناها في عام 2017، منها مبادره السجناء، ومنها مبادره الاسكان الخيري منازل، ومنها اضفنا عده برامج للشباب المتطوعين في المحافظه. جميل. كلهم تحت مظله مجلس المسؤوليه الاجتماعيه، وعندنا برامج كثيره تطوعيه في المحافظه. ويكفينا يعني رمزنا في هذه المحافظة سعادة المحافظ مساعد السليم، له اليد الطولة في دعمنا في مجلس المسؤولية الاجتماعية. جميل جدا. طيب لو في جهة معينة حابة تواصل معاكم حتى تكون يعني أي موضوع أي مشروع رسمي وتحت مظلتكم، نعم، ما هي الإجراءات؟ هل أبوابكم مفتوحة لأي جهة كانت؟ أبوابنا مفتوحة وصدورنا قبلها مفتوحة. جميل. لأي من يتواصل معنا عن طريق جوالي 0541776675 نايف الربياوي أمين المسؤولية الاجتماعية،
في أي وقت تواصل معي وبإذن الله تعالى أنا أكون عندك قبل ما يكون عندي. جميل جدا، هذا صراحة لفتة رائعة جدا منك ومبادرة جميلة منك أن تحط رقمك الخاص للتواصل المباشر معك. جزاك الله خير، شكرا لك. عفوا للجميع. أخوك عيسى مرفاعي يرحب بك، حياك الله ألف ألف. هذا من تواضعك وكرمك الغالي. المواضيع اللي تداولت في المجلس صراحة مواضيع تهم كل مجتمع، تهم كل شخص ممكن أنت تساعدونا، فأنا نيابة عن الكل أشكرك على هذه المبادرات الجميلة، وما هي مشاعرك وأنت تحاول تساعد المجتمع لو بقليل؟ والله لو تعرف إنها فرحة لا توصف، حتى في التعبير عندي تلعثم من الفرحة ذي، لأنها عندنا خدمة اجتماعية ذي مطلوبة صحيح في كل مملكتنا الحبيبة. أقول كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم. في أمان الله، يعطيك العافية، شكرا لك. الله يسعدك، شكرا لك. يا هلا والله، ما شاء الله تبارك الله، صراحة كانت المجلس فريد من نوعه، كان أغلب المواضيع اللي تكلموا فيها مواضيع اجتماعية، مواضيع كيف ممكن يساعدوا الناس، صراحة أشياء جميلة جدا. يا أهلا وسهلا لينا. أنا بسميك لينا. خلاص أنت بتتركي ينبع خلاص؟ أكيد إن شاء الله، بس راح أرجع بعد الحج. ها متى راجعة؟ بعد عيد الحج. بعد عيد الحج؟ يلا ترجع بالسلامة. سلام. يا اهلا وسهلا، قابلنا اصدقاء ابو نهال، كيف حالك؟ طيب. ايش قاعد تسوي؟ تسوق بسكليت؟ ايه. عجبك التاريخية؟ ايه. ها تصوم في رمضان؟ ايه. يلا شكرا. اثنين وقلبت المباراة، تخيلوا كانت 2-0 صارت 4-2. حلو يا عمدة، يا سلام. رمضان قريب. 33 درجة أولى. من الاستاذ احمد عواد شابوكسي، نجم مميز طبعا، اللي لابس اصفر على احمر وفي سروال اسود والعمدة التاريخية. يا كابتن كيف حالك؟ دائما اجلس معه واخذ منه معلومات وجدا مفيدة بصراحة، الله يعطي العافية. كون تظهر بشكل جميل ومميز. يا اهلا وسهلا عبد العزيز، كيف حالك؟ طيب، ايش اخبارك؟ شرفت بوجودك اليوم. الان اللعيبة اللعيبه، ايش الاخبار؟ وينك مختفي؟ موجودين. الله يسعدك، اجواء رمضان تاريخيه حبيب قلبي، نورت الفلوق. تفضل. شكرا لك. فين العمده؟ اهلا. جبت شيء؟ ايوه والله حقيقه، يعني بس فريقنا اليوم يعني ما كان في يومه يعني. قول لي كذا، قول لي. حلو حلو. الله يعطيكم العافية طولة العمر. كيف الأمور؟ أنا شفت تسدد البلد. أفضل حارس في البطولة. المركز الثاني تحت سن 12 سنة فريق السميري. يخدمون الوطن العظيم إن شاء الله بجميع المجالات. بس خليكم معانا عشان تأخذوا صورة جماعية. لا أحد الدرة. المركز الأول. جميع فائز، 160 لاعب بطل والجميع فائزين. 14 سنة. أفضل حارس 14 سنة. الدرة. حصل على المركز الثاني طبعا اليوفي بطولة 14 سنة من أكاديمية الدرة المنظم لهذا الفعل. فلازم يفرق عن لاعب، يعني تفرق الأكاديمية بصراحة. كذا هو بيحصل على المركز الأول دائما. فدعوة للجميع، شباب للصغار، توجه لأكاديمية الدرة للمشاركة معهم تحت إشراف طبي. أكاديمية الدرة المركز الأول فائز في البطولة دون 14 سنة. البطل يأخذ الكرة من فهد. أما القدامة المركز الأول فريق الصريف، ما شاء الله تبارك الله، عائلة كاملة. شكرا أكاديمية ينبع على هذا التنظيم. اللون اللون يا سعود، فريق البلد.
الشباب ينبع لنفتخر بالاستاذ نايف مساعد العلوني، يستاهل التكريم هذا الرجل بصراحة. ولا أنسى أبو عبد الله الأستاذ هلال الرفاعي، الله يعطي العافية لظروفه ما حضر اليوم، ينبع والحين أخوكم وابنكم يوسف الشريف. أتمنى لكم حياة سعيدة ورمضان مبارك، ومن بطولة البطولة ينبع محد يطولة. شكرا لك، متواضع دائما. يا أهلا وسهلا معنا أم أحمد ضاحي، كيف حالك؟ الحمد لله. إيش أخبارك؟ كيف هي شعورك بعد رجعت التاريخية؟ مبسوط؟ حاجة حلوة. حاجة حلوة؟ ذكريات الزمان رجعت لك؟ أول كثير. يسعدك ربي، شكرا لك. يعطيك العافية، رمضان كريم. ربنا أكرم. أبو معنا أم علي كمان. أنا كنت أول واحد من سلسلة المنطقة التراثية في يمبا، أول واحد كان. ما شاء الله. وأنا كنت أبارك في المنطقة في قبل يطلعوا السفر. ما شاء الله تبارك الله يسعدك، شكرا لك. اسم النادي البحري اول. جيم كولا، ايش قصه جيم كولا؟ عيال شايفين المشروع ترى جاي من الشرقيه ولا 50 سنه يقول لك، ومين ثنيان جاب لنا الله يعطيه العافيه. يا هلا والله، ايش بتقولي للمتابعين؟ رمضان كريم، كويس 100 100. شكرا. جرب البطاطس من ابو حسن للمأكولات الشعبية، المنطقة التاريخية. اذا وصلنا نهاية الفلوق، واقول لكم سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وكن مبتسما دائما في امان الله. نمضي على سنن الهدى، وعن المبادئ لا نميل، بالعزم نجتاز المدى، ونسابق الدرب الطويل.